يستضيف الاتحاد الأردني لكرة الطاولة منافسات بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة. طبعا وجود لاعبين عالميين راح يفيد الشباب والصبايا بمنتخبنا، راح يفيدهم بالخبرات، راح يفيدهم إن شاء الله يكونوا أفضل بالبطولات المقبلة. تابعونا لتعرفوا أكثر. البطولة دي من ضمن مجموعة البطولات الـ WTT اللي هي الـ World Table Tennis، ودي ابتدت في 2022، وابتدت دلوقتي عدد البطولات تزيد في العالم كله. فتنظيم الأردن للبطولة زي دي مش حاجة سهلة، كون ان الأردن تبتدي ببطولتين ورا بعض، الفيدر والكونتندر اللي هو في خلال العشر أيام دول، دي حاجة طبعا تحسب للاتحاد الأردني للتنس طاولة، ودي حاجة هتحط الأردن في خريطة كبيرة تبع المنظمين. بالنسبة للعيبة اللي موجودين، في لعيبة كبيرة جدا خاصة في بطولة الكونتندر زي ميما إيتو اللي هي مصنفة رقم 3 على العالم من اليابان، في لعيبة من تشاينيز تايبي، من الصين، من أوروبا. كل الناس دي طبعا وجودها في الأردن بيعلي قيمة البطولة وبيعلي مشاهدتها وعلي سمعة البطولة. السيدات كانت الحمد لله جيدة، احنا من فترة بنتمرن يعني كل الفئات العمرية ملتزمين بالتدريبات، وفريق الرجال برضو كان تدريباته متواصلة رجال وسيدات. وصحيح هاي البطولات اللي يعني فرصة لكل الفئات اللي عندنا، وتحديدا رجال وسيدات وناشئين وناشئات يشاركوا بهاي البطولة. هاي بطولة مستواها كتير بصراحة متقدم وعالي، وإحنا بنطمح إن شاء الله أنه يؤدوا أداء جيد، ولكن الاستفادة الفنية منها عالية إن شاء الله في هاي البطولة بسبب وجود لاعبين على مستوى عالي كثير بصراحة. بتفيدنا احتكاك، لأنه إحنا عم نلعب مع ناس أكبر منا عمر، يعني هم سيدات وإحنا لسه عم نلعب تحت 17 وتحت 19، فهذا إشي بفيدنا بخبرة، بصير عنا خبرة أكثر، بصير عنا يعني تكتيك باللعب أكثر، بنصير نركز وين نحط الكرة مثلا. زي اللعبات هدول السريعات ما بنلعب معهم لعب يكون مريح لهم، بنحاول انه نصعب عليهم شوي اللعب عشان احنا كمان نستفيد. هو تنظيم ممتاز، وبيكونوا اهالينا معنا، وفي كمان مكان نلعب فيه نصير نحمي فيها، ومشاركين معنا ناس اكبر منا بكتير، نكسب خبرة. وهي بطولة قوية يعني جدا، ان شاء الله القادم افضل. طبعا انه شرف انه الاردن ما شاء الله تنظم هيك بطولة في اداء عالي، في مستويات عالية، بتنظيم عالي. اول مرة بتصير بالاردن انه لاعبين مصنفين على العالم بيجوا على الاردن عشان يلعبوا بطولة وينافسوا جميع الفئات. اولا دي من اول المشاركات ليا في بطولات سيدات، فارزي هنا ده مع WTT، فاكيد بطولة صعبة وبتزود لنا خبرة، بتزود لنا اللعب مع ناس ايدين مختلفة وناس بتفكر بطريقة مختلفة، واكيد ان شاء الله لو الواحد كسب تصنيفه بيزيد دوليا. احنا بنبقى عاملين حسابنا ما هي ماتشات جامدة، وممكن اول ماتش يكون ماتش ضد الصين، فلازم طبعا الواحد يبقى مستعد جدا. وهي بتبقى يعني اعتقد انا بالنسبة لي انا شخصيا انا باخدها كاستعدادا للي جاي، فاحنا مثلا عندنا دوري مصري، يعني مثلا ماتشات في اسبانيا عشان محترفة في اسبانيا، فهي انا باخدها ك يعني مكان العب فيه مع ناس قوية جدا بجو بطولة قوي جدا عشان يعني يعليني في المستوى للماتشات اللي جايه ان شاء الله.